هنبدأ مع حضراتكم حلقتنا النهاردة بأهم وأبرز الأخبار اللي حصلت امبارح، واللي من أبرزها طبعا أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر كانت وستظل دائما سندا وعونا للسودان الشقيق. كمان السيد الرئيس استقبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية. أيضا رئيس الوزراء عقد اجتماع مع العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، والحكومة نفت وجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق، وأخبار ثانية كثيرة نستعرضها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. مجموعة كبيرة من الأخبار حصلت امبارح، أبرزها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني والوفد رفيع المستوى المرافق له. الرئيس أكد خلال اللقاء أن مصر كانت وستظل دائماً سند وعون للسودان الشقيق، خاصة خلال الظروف الدقيقة اللي بيمر بيها، أخذاً في الاعتبار الروابط التاريخية بين الشعبين والمصلحة الاستراتيجية المشتركة اللي بتجمع البلدين الشقيقين. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي. تناول اللقاء مختلف أوجه العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية ودور المؤسسة في دعم أولويات التنمية في مصر، لا سيما من خلال الاتفاقية اللي تم توقيعها بين الجانبين بشأن قيام المؤسسة بتقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان التنفيذ الأمثل لوثيقة سياسة ملكية الدولة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مع مختار ديوب العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية والوفد المرافق له لاستعراض خطة التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، وده مع التوقيع على اتفاقية الخدمات الاستشارية لطروحات القطاع الخاص مع المؤسسة بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لوجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق، وشددت على توافر جميع السلع والمنتجات الغذائية بشكل طبيعي بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية. وأكدت كمان أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وغيرها من المنتجات الغذائية يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مشيرة إلى شن حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع والمحال بالأسواق لمتابعة موقف توافر السلع ومنع التلاعب في أسعارها أو احتكارها. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى جوزيف بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي ورئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وده بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، وأيضاً بحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية ومجلس الدفاع الأوروبي. وبالنسبة لجولة صباح الخير يا مصر في المحافظات، كمان معانا مجموعة من الأخبار والأحداث اللي حصلت في محافظات مصر أمس، ومن أبرزها محافظة أسوان خصصت جوائز لمبادرة المشروعات الخضراء والذكية وارتفاع توريد القمح في محافظة سوهاج لأكثر من 109 ألف طن من بداية انطلاق الموسم. كمان في تفاصيل عن انقطاع المياه عن مدينة شبين الكوم وعودة رحلات البالون الطائر بالأقصر بعد توقف 4 أيام، وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث والأخبار، أبرزها أن محافظة أسوان أعلنت أنه هيتم توفير الدعم التقني والدعم المالي للمشروعات الخضراء والذكية للمرحلة الثانية، وهيتم تسليم الجائزة للمشروع الفائز واللي بتوصل ل 750 ألف جنيه، وده بيجي في إطار الجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
محافظة سوهاج أعلنت عن توريد 109,436 طن 478 كيلو قمح بالشون والصوامع في نطاق المحافظة من بداية موسم توريد الأقماح، وبيتم انتظام سير عملية توريد الأقماح بدون أي معوقات، ووصلت مساحات القمح المنزرعة السنة دي 174,816 فدان بمختلف مراكز المحافظة. شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية أعلنت قطع المياه النهاردة عن مدينة شبين الكوم وضواحيها زي كفر المصلحة وميت خاقان من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 2 الظهر من نفس اليوم، وده لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال الفترة المذكورة. سلطة الطيران المدني قررت عودة تحليق رحلات البالون الطائر بعد توقف استمر 4 أيام على التوالي، وخرجت 22 رحلة من أرض مطار البر الغربي على متنها 500 سائح من حول العالم. محافظة البحيرة أكدت أنه تم فحص 325,000 شخص بنطاق المحافظة بهدف الاكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة زي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، بالإضافة للاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي. كمان محافظة دمياط شهدت اصطفاف 3 سيارات مكبس تم شرائهم ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي لدعم منظومة النظافة بالمحافظة، ووصلت سعة السيارة الواحدة 6 متر مزودة ب 192 صندوق قمامة، وده ضمن حصر احتياجات منظومة النظافة وتوفير جميع الإمكانيات للارتقاء بها في كل المناطق. مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية نظمت قافلة بيطرية مجانية في قرية صفت تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة حياة كريمة. وفي القافلة تم الكشف وتقديم العلاج ل 402 حيوان و 6,350 طائر مع صرف التحصينات والأدوية. شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات القناة أكدت أنهم شغالين على زيادة معدل ضخ مياه الشرب من المحطات لضمان وصولها لآخر الخطوط الممتدة في جميع الشبكات، وده بسبب زيادة استهلاك المياه في فصل الصيف خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة. وتم وضع خطة مراجعة للمناطق الساخنة في الإسماعيلية والسويس وبورسعيد اللي من الممكن أن تشهد ارتفاع في استهلاك المياه بكميات كبيرة.